طلعت عين الراجل وانا بنقي البتنجان صغنن كده، اصل الواحدة على البق على طول. ايه يا بنتي الخاتم الرجالي اللي انت لابسه ده؟ ده كبير قوي وشكله وحش قوي على ايدك. ده بتاع ابويا الله يرحمه، اصل انا حبيت افتكره والبسه له على طول، هفضل لابسه لغايه ما اموت. لا اله الا الله يا بنتي، معلش انا ما كنتش اعرف، بس يظهر ابوكي كان بيحبك قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. هقوم انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حشو المحشي. النبي يا حاجه خلينا انا اللي اطبخ النهارده، انا اكل حلو هيعجبك، ده انا شاطر. انا عارفه انك شاطره، وصراحه انا بتلكك. انا كمان ماليش نفسي اعمل حاجه النهارده، وانت بقى عايزه ادوق اكلك بقى وطعامته. اصل انت بتفكريني ببنتي صباح، ربنا يطمني عليها دايما يا رب يا رب. انا مطلعه فرختين جوه، اصل محروس اخو الحاج صلاح هيجي يتغدى معانا النهارده. شكله طيب قوي. والله انتوا عيله كلكم طيبين ولاد حلال. والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظه قليل قوي. عارفه مراته ماتت من مده كده، ومن ساعتها ما شمش اي ست. يا عيني، هي كانت عيانه؟ لا يا اختي، نامت ما صحيتش الصبح. 7 سنين متجوزها وما خلفتش، ومع ذلك كان شايلها في حباب عينيه، وكان راجب اللي قسمه ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه. على فكرة بقى، راشد امبارح كان متسلطن وكان زي الفل، وما كانش فيه أي حاجة مضايقاه. ما حصلش بقى، ده كان بيجارينا في الكلام كده. ده من المحل اللي هنا ما فتحش بقه بكلمة واحدة. ما هو من البيرة اللي شربها، ده ضارب 6 أزايز ويجي 4 5 سجاير حشيش، في ايه؟ ما كان لازم يجي يتدلق وينام في دقيقة. لا ما نامش. ده حيلا نام له ساعة وقام فط جري. لا يا اختي، أنا ما أقدرش أشتغل الشغلانة دي. علي لو عرف ما أعرفش يعمل فيا إيه. آه. ده بعد 7 سنين يا فتون. وبعدين أنت محسساني إن علي ده دكتور ولا مدرس عربي؟ ده سوابق وتاجر مخدرات، وهو لسه مرمي في السجن، ويا رب ما يطلع. انتي مالك يا اختي عماله تتزوقي كده ليه؟ راحه فين؟ انا كده بحب اقعد في البيت وانا حلوه. ليكي فيه؟ تصدقي يا بت، الصلاه دي عجبتني قوي. اصل انا احب حياه الليل دي قوي، خمره ومخدرات، كل الحاجات اللي انا بحبها. ده غير الفلوس اللي بالكون. الفلوس يا فتون احسن لك بدل اللي انت فيه، بدل ما انت عماله تتسلفي من ده ومن دي. عارفه يا اختي، عارفه ان عليا 3150 جنيه ليكي. وبعدين بقى في العبط اللي انت فيه ده، انت هبله يا فتون؟ ده انت صاحبتي الوحيده واكتر من اختي. انا اقصد اعملي قرش لنفسك، أميني نفسك من الزمن ومن الدنيا اللي احنا عايشين فيها. أعملي فلوس يا فتون. لا يا أختي وراشد، أنا خاف منه. تخافي منه؟ وده من إمتى بقى؟ بقولك إيه، راشد بتاعك ده لما الرصفة كده تاكل من جتته ويلاقي نفسه مش لاقي حق السيجارة، هو يا حبيبتي اللي هيدور لك الشغل وهيجي يقف في ظهرك، وهيبقى رجليه سابق رجليكي. فوقي بقى وكفايه. انا هكلم فاضل. هاتي التليفون. يا سلام. تقول حاجه تانيه؟ لا يا حبيبتي، ده كده تمام قوي، تسلم ايديك. سمي بقى واقعدي كلي يلا. كتر خيرك يا حبيبي. لا لا ما ينفعش يا بنتي، اقعدي، ده احنا اهل، اقعدي. ما تقعدي تاكلي ما تكسفهمش، ولا انت مكسوفه مني؟ اقعدي كلي عشان يبقى عيش وملح. نشوف بقى عمايل زينب. ها الله، تسلم ايديكي يا زينب، قصه بجد. انت عمرك ما قلتي على اكل حد حلو قوي، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا حلو قوي، كل يا بنت انت مكسوفه. يا سلام. الله 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 الله، قوي 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 يعني. خدي طب خد كده دوق. خدي بسلام. لا 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 لا، رز وفلفل بقى يا ابني قوي. بس طب خد بسلام. خير، هاكل دلوقتي كل حاجه. ماشي.
بقول لك ايه يا بنتي؟ ابقي فكريني انك انت تديني اسمك واسم والدتك علشان ليا واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقه وشهاده ميلاد بدل اللي ضاعوا منك. انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسين. حلو. ووالدتك؟ نعمه سيد خليفه. كويس قوي. ابقي اكتبيهم لي كده في ورقه عشان انا بنسى. الواحد عقله مش دفتر طبعا. والله حاضر يا حاج حاضر. ما تاكل يا محروس، ما تاكل يا زين. امسكي يا محروس. تسلم ايدك يا حاج. يلا. عارفه بوله الميه اللي بيحطوها للموظفين؟ جبت منها اربعه حطيتهم على المسرح. يا نجم حبيبي يا نجم، ايه الخطوه العزيزه دي؟ شرفنا. ازيك يا فاضل؟ ازيك يا نجم؟ اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ اتفضل يا نجم، اتفضل هناك، اتفضل يا نجم. وادي يا كهربا. ايوه تعالى يا واد النجم هنا. صباح الفل يا نجم. انت تلوي دراعي يا فتون عشان عارفه ان انا معشفر. لا اسم الله على مقامك، انا اللي مليونيره، سيبني في حالي يا عمنا. عندك حق، انا غلطان، انا المفروض اسيبك وكل واحد مننا يشوف مصلحته فين. عايز تسيبني يا راشد؟ عايز تسيبني وانا محتاجه لك؟ هو ده اللي علي وصاك عليه؟ كويس قوي انك لسه فاكر ان في حد اسمه علي. لا فاكر، بس كنا ناكل ونشرب منين؟ ما تنطق. تقومي تطلعي تتهزي وتترقصي وانت عريانه وسط الناس. لما يطلع جوزك اقول له ايه؟ اقول له اشتغلت ورا مراتك صبي علمه من عرق جبيني؟ لا انت لازم تفضل معايا عشان تشهد ان انا ما عملتش كده غير لما اتطربقت على دماغك ودماغي وما كناش لاقيين ناكل. يمكن ساعتها علي صدقك. انا مش مصدقك يا فتون. انت ما يهمكيش غير نفسك. جوزك اتسجن واختك طفشت وما تعرفيش اذا كنت هتشوفيها تاني ولا لا، ولا فارق معاكي. جايه هنا عشان الفلوس والخمره والحاجات اللي انت بتحبيها. فتون حبيبتي انت بتعملي ايه هنا؟ يلا يا حبيبتي السيما بره. باي. يلا ايه الهدوم دي؟ هغير بره. يلا رشد اوعى تمشي، استناني. هيا اخويا اصحى لينا، احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. يعني اديني عقلك، يعني اديني وقتك واستمتع بيه، يعني اللي حضر العفريت يعرف يصرفه وما تسألنيش هصرفه منين، يعني الصرف لحامل البطاقه، يعني الفنان الليل اسطوره الغناء الشعبي، الرجوله القنبله الصاروخ النيل طارق الشيخ. حتى ازاي من ساعة ما جيت في الدنيا جاي رايح ورايح جاي، جابوني الدنيا ومالو ليش تحب تعيش حتى ازاي، ومن ساعة ما جيت في الدنيا جاي رايح ورايح جاي.
كل ما حاول اصفالك لبت تاخد بسقني انا من كتر ما انا مهموم عطش خلاص نفس فيا كل ما حاول اصفالك لبت تاخد بسقني انا ماليش غير حد وهمومي قليل المخت من يومي ماليش غير حد وهمومي قليل المخت من يومي وعايش بس اتوب في جراح واتوب في الرايحة والجاية يوم ما تنسي بس خلي عندي الدم في الأساوة زلي فيا بس نفسي تبقي تزلي بمداوة تبقي رحيلي بس واحدة واحدة وجراحي بغلاوة جسمي ده يا ستة بص ايديكي تهدي يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوفه ودي وشك منك وفين؟ ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت مليتي عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجه يا بنتي، بس هو في مشكله صغيره كده ان اسمك متشابه مع اسمين وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع اتنين ستات، واحدة من المحلة والتانية من سوهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي ان البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعة من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجة صباح. قول يا. طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمها. وشهادة ميلاد جديدة زيها برضه على انك ساقطة قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع. بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجة هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ والله ضرورات تبيح المحظورات يا حاج. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هوية؟ اه خلاص بقى يا زينب، مقضية بإذن الله. بس انت بقى روحي هاتي لنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج، وهركب المشروع من ناحيه البحر. صح، برافو عليكي يا اختي فالحه. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلوه قوي، ده جات لك توصيله على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حاج. ونقي السمك طازه وحلو. هعمل كده. خلي بالك عليها، دي امانه عندنا يا ابني. فعلا يا صلاح. يا سلام عليكم حاج. سلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. هرجع لك انا تاني اكلمك برضه. ماشي مستنيك. شكرين احسن. بتعملي ايه؟ ما الحاجه مدياني فلوس. والله العظيم يا احسن. ماشي خلاص. السلام عليكم. بس انا خايفه للحاجه تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت. يا ست ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه، وانت النقيه كام سمكه حلوين. ولسه لما تدوقوا عمايل ايديا. يا ست تسلم ايدك من قبل. اسكندريه حلوه قوي. اه اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تؤمرني. هو مرسي ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ اه يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره واقرا له الفاتحه. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ اه طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟
هو ده بقى ست المرسى ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعي لي معاكي بقى. ايه ده انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زين. حاضر. قوم قوم يا اخويا بقينا العصر. قوم لفلنا سجاره كده نصطبح عشان عايزه اروح الشغل بدري. انا مش هروح معاك المحل تاني يا فتوح. هي البنا في ايه؟ حصل ايه؟ ما خلصنا. احنا راجعين امبارح من الشغل، شغل يوم واحد ب 1500 جنيه. يا ستي روحي انت، انا وجودي معاكي ملوش لازمه. لا ليه؟ وانت عارف انا لو نزلت الصاله لوحدي هتاكل. انت سايق عليا العواجلي. ايه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي بيقول لي ما اجيش معاكي تاني. يا ابن الحلال نستند على بعض، وهو اللي يسري عليك يسري عليا. يو بقى يا فتون، انا عندي حفر عايز اردمها، سيبيني في حالي بقى. حفر ايه يا اخويا اللي انت عايز تردمها دي؟ كنش عسليه. هي ممكن تكون بلغت عن قتل الحسن ومسبت الونش. انت صدقت اسبوع العسل اللي عشته معاها؟ ده احنا طبخينه سوا. عسليه عمرها ما حبتك ولا طاقتك ولا شافتك راجل اساسا. حاج صلاح، انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس. يعني بنعرف في البني ادمين وزينب دي روحها طيبه. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط، بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البنت مقطوعه من شجره وقاعده معايا، ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك اخويا أنا ما صدقت إن قلبي مال لواحدة بعد ما رفعت الله يرحمها. بص يا صباح، أنت كلم الحاجة أم صباح خليها تسألها إذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. من عينيا بقى، واللي فيه الخير إن شاء الله ربنا يعملها. تعدي عليا تقولي هاي باي او جاي؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ زعلان منك ليه؟ يا ساتر ضربتني على ايدي يعني؟ مثل بيقول محتاج غناجة. انت واخدها على شنبك قوي كده ليه؟ يا اختي الموضوع ابسط من كده، انت معاك مشروع يكسبك الماز. دي رقاصة شاطرة، لو عرفت تدورها كويس هتدخلك في الليلة ولا عشر بواكي. مالك متنحرم قوي كده ليه؟ وهتنحرم ليه يعني؟ هو بس الكارد جديد عليا. انا مفيش حمام. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ايه القمر ده؟ ازيك يا فاضل؟ انا كويس. المهم انت يا ابن طمنا عليك، فينك؟ كان شويه مصالح كده ولازم تخلص. اه المهم الحمد لله على سلامتك. طبعا الحمد لله على سلامتك يا جميل. بس ايه الحاجات الحلوه؟ مين الرقاصه دي يا فاضل؟ دي رقاصه جديده اسمها سلمى، اول محل تشتغل فيه عندي انا. مفاجاه صح؟ ايه ده مفاجاه؟ طب ايه؟ مش عازمك على ويسكي في محلك؟ حبيبي ترابيزتك جاهزه لك، اصطبح وانا هخلص شويه مشاوير كده وجاي لك على طول. صباح الفل.
اتعلمتي ولا لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك، ايه رايك؟ لا اله الا الله، انا بقالي عندكم بس 3 اسابيع وما اعرفش محروس، وبعدين ده ما بيصليش. يوم وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسي ابو العباس، وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش، وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه، لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله، ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقه ملك وعنده تاكسيين، هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي، بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله. وانا ما بضغطش عليكي، انا بقول لك فكري وقولي لي رايك. هو انا عايزه اسالك سؤال يا حاج. اسالي يا حبيبتي. هو انا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا اله الا الله، ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجه وحبي ورعايتي ليكي حاجه تانيه خالص، وسواء اتجوزتي محروس او ما اتجوزتهوش انت بنتي، هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضه بتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حاج. اسم الله عليكي يا حبيبتي، لا اله الا الله. ليه يا حبيبتي كده؟ ده انت زي صباح، ده انت بنتي. ربنا يخليكي ليا يا حاج. حبيبتي ايوه يا راشد، انت فين؟ ايوه يا فتون، ابو هناء في الصاله. ابو هناء بتاع المخدرات؟ بجد بجد؟ ايه يا مجنونه، انا مستنيكي بره. انت مال صوتك كده؟ مالك متوتر كده ليه يا اخوي؟ لا نسبتي تكونش انت اللي قتلت الونش. ونش ايه وسبت ايه دلوقتي؟ احنا في مصيبه. اخلصي. مصيبه؟ يا ساتر يا رب. لا على طول يا اخويا البس وجيلك. ثانيه واحده. الرئاسة الجديدة فين؟ عايز اقول لها كلمتين، ينفع؟ ينفع طبعا يا سيد الرجالة. بص هي لسه عندها نبض، هتخلصها واجيبها لك على طول لعبتها عدل. رسيني يا راشد، بدل ما انت مجرجرني زي المعزة من الصلاة اللي هنا وانا عمال اقول لك حاضر، نفسي اعرف فيه ايه؟ ما تقول يا فتون. يا فتون انا خايف عليك زي ما انا خايف على نفسي. والنبي ده انت ذبح اتنين واخدني على جناحنا وانطق. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه، لو سمعتنا هتودينا في داهيه. يا نهار ابوك اسود، قتل اتنين وجايبه لي هنا؟ انت عايزه تعملي في ايه؟ توديني في داهيه؟ الله يخرب بيوتكم. يلا غور غور يا اخويا، دي فيها اعدام. اتفضل لو سمحت امشي من هنا. يلا امشي بقى، خليني اعيش. ماشي ماشي يا فتون، بس زي ما قلتلك انت ممطوطه معايا في الاتنين. ليه؟ عايزني اتعدي مكانك؟ بتغفلين يا فتون؟ ليه يا صاحبتي؟ عايزه توديني في داهيه ليه؟ اهو غير خلاص، لو عايزاني امشي امشي. والله بقى اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. لا مؤاخذة يا معلم، أنا والله بعتذر لك، أنا آسف جدا جدا جدا. أنا مش عارف أقول لك إيه. واضح إن أنت نسيت يا فاضل، أنا بشايش. لا مؤاخذة تاني، أنا كده مش عارف أقول لك إيه خالص. تقول لي إيه في إيه؟ تلاقيها لما لمحتني في الصالة كاتب. لا 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 يا معلم،
انت كده لازم تحكي لي بينك وبين البنت دي. دي اول ما شافت وشك يا اخويا انكمشت على طول وجريت وكتت بره الكباريه. انت شفت معاها واحد اسمه راشد؟ شفته. الواد ده قتل واحد غالي عليا قوي ولازم يقع. طب وسلمى؟ اسمها فتون. عارف هي ليها علاقه بقتل الواد ده؟ لا. خلاص انا هحاول اروح للبنت اللي عرفتني عليها، اسمها غنوه، وهي هتودينا ليها. لا احنا مالناش دعوه، الحكومه هي اللي هتروح. ايوه معلم، بس انا كده هبقى ازيد غنوه جامد. في ايه؟ هي يا دوب خيط للحكومه تشده وتجيب اخره. الواد مستغفلهم الاثنين وما يعرفوش هو عمل ايه بالظبط. انا المصلحه بالنسبه لي ان الواد ده يغول خالص واستفرد انا بقى مفتون. كده تبقى المصلحه واحده. حلاوه. يا حمام، صبح يا حمام، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. لا والله انا حصل معايا حكايه في بولاق كده يا راجل، ده انا بقالي فوق الشهرين مختفي. بقول لك ايه، طب انت معكش فلوس؟ انا اصلا لا مش مبلغ 100-150 جنيه كده امشي نفسي لحد ما عارف والله مكسر على الكل يا حمام. ماشي يا حمام، ليلتك بتضحك. سلام يا حبيبي، سلام. عم أنسي سيد الناس. انت مين؟ انا راشد يا عم أنسي. انت مش مشارك؟ راشد مين؟ راشد، ما سجلتش رقمي؟ يا عم احنا كنا ليلتها متدرمغين، حد كان فايق يسجل نمر. بقول لك ايه يا عم أنسي، كنت عايزك في موضوع كده. ما كلمتنيش ليه؟ انت فين؟ انت فين يا عمنا؟ انت ما يخصكش انا فين يا راشد. عايز اشتغل والنبي يا عم أنسي. بكره انا عايزك من نجمه تجيلي اي وقت تصحى فيها، تبعدك وتعالى. سلام. كده تمام، تسالك 50 جنيه. امور يا فندم. لا هو مفيش دكتوره ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتوره منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت. انا عرفت انه بيتباع عندكم، يعني حاجة كده مستوردة. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اسفة ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجة صيني ب 300 جنيه. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خشي برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله. ان شاء الله. الف مبروك. تسلمي. الف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا اخويا. الف مبروك.
ألف مبروك يا زينب. جدع ربنا يبارك فيك يا مصطفى. عايزين اللي هيلتم البيت يا رب. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك مبروك يا معلم. ربنا يهدي سرك يا رب. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك يا جماعه. متشكرين. يا رب كده جوزت الهنا. يلا نجملكم في الافراح. سيبوا العرسان لوحدهم. يلا 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 نجملكم في الافراح ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بت. ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين. يلا انت عاوزه ايه؟ يلا تخلصي الاكل كله. حاضر حبيبه صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. انا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. انا كنت بحب مرات الله يرحمها. اكتر من اي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية. بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض. ونخلي في يجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقول لك عليها يا محروس. وما ينفعش أخبيها عنك. حاجة اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب. أصل أنا أصلاً مش هينفع أعيش مع واحد مش قريب من ربنا. أنا عايزاك تصلي يا محروس. يا ست أصلي. عايزاني أصوم اثنين وخميس كمان. عايزاك تأم بيا وأصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي. إن شاء الله هيكرم. ده أنت وش الخير. فجأة ظلمت في وشي يا عم انسي. يا عم الدنيا ما اتربيتش. روق. انا بعونك يا رب لو عايز طاقيت لخفة وطيارك بره البلد لا يحصل في ثانية. انت بتعرفش ان اخوك بقى ساحر الصحراء ولا ايه؟ السجاير بتاعتك البير ملفوفة وجاهزة ومية المية. قشطة كابيلو. حبيبي معاك. عندنا في الحريم. خلي البنات تدق الزار علشان أزهار. ليلتك فوق يا بير. صباح. عارف السحلية أولها فين؟ لما حبيت عسلية. من بعدها كل شيء ضاع. قصدك كل شيء اتلزق. بص يا صاحبي، أنا الدنيا علمتني إن اللي فات اتدفن واتاخد عزايا. صح. بقول لك إيه؟ قول. عايزك تشوف لي مطرح التوفيق. جرى يا راجل. ما تفك لحن دماغك شوية. انت هتقعد معايا في المطرح هنا. وهنا لا حكومه طولك ولا سوسن بدر تشوفك. او تشبعني بقى. هروح واجي وبتاع. وشاي بالنعناع. طول ما انت جنبي هروشك. امين؟ امين. ايوه.
ايوه في ايه؟ ايوه ايوه انا في ايه حضرتك؟ شو البيت؟ طب عايز افهم بس حصل ايه؟ راشد فين؟ لا لا ماما ما اعرفش. تعرفيش فتون؟ ايوه يا بيه انا خير. تعالي لي بقى كده حلوه، تعالي خف حالي شويه، خف نفسك. راشد فين؟ ما اعرفش عنها حاجه يا بيه. هو ده ما تعرفيش ميته بره بيتك ليه؟ اصل راشد يبقى جوز اختي، اختي عسليه، ضربني يا بيه. اقعد له سبت الحاره وجيت عند غنوة. ما تحوريش يا بنت، احصل عليا النعمه. البسك عليا ده دم وانت واقفه، انت سامعه؟ راشد كان معاك امبارح وخارجين انتوا الاتنين من الكاميرا بالليل سوا، حصل؟ ما حصلش. باشا راشد كان عندي هنا وانا طردته الساعه 2 بالليل ومشي. طردتيه راح فين؟ والله العظيم ما اعرف. بس كده بقى نروح القسم كلنا وهناك بقى نتكلم براحتنا. نروح الاسم ليه يا بيه؟ والله احنا ما عملنا حاجه. انا ما عملتش وحياة ربنا ما عملنا حاجه. طب اغير هدومي يا بيه، استر نفسي. طب يلا يا كنت وياه بسرعه. اللي انت بتقوليه ده لما يسالوك عن راشد قولي ما اعرفش. ما اعرفش ازاي هيبهدلونا في الاسم دول، ودي جزاتي علشان شفتكم عندي في البيت. الله يخرب بيوتكم. طب يلا يا بنت انت وياه بس. حاضر. الله يختم تبعيه، تلبوش من الحرب، العربية على طول. يلا. يا ليلى 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 دخول عايش ليه وانا بيدي خبستولك، ودخول عايش ليه وانا بيدي طمتولك، وتبوح بالسر ليه وتبوح بالسر ليه وتبوح بالسر ليه. اخلص يا. ايه ده؟ في ايه يا عم؟ انا كلمتك انا بغني. وتبوح بالسر ليه وانا سرك كتمتولك وخاين العيش يا لا تغنيت علي علي بس على سالك فاهم علي علي انت بتعمل ايه؟ اوعى يا جدع انت سيبه الواد هيموت في ايدك. معلش معلش يا كمان والله ما كلمته. معلش يا اخي الله زميله مزنوق. الله معلش ما تطمنش على اهل بيته بقاله فتره. ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ تعالى الواد ما عملتش حاجه يا اخي. لا في استهدى بالله استهدى بالله. هو عمل ايه عشان ده كله؟ بس بقى يا ابني بقى خلاص اسكت. ايه مفيش اخبار برضه عن الجماعه اللي بره؟ مفيش. لا خير ولا شر. لا 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 الله معلش معلش ربنا يطمنك. يا بنت طمنيني عليك، ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقول لك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي. طب عارفه والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. اه بس امانه الله يا حاج محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قولي لي هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟
بقالها كده يجي سنتين وحرفة من ساعتها ما شمش ريحة ست. بس بقولك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبة، انا مربياه وعارفاه، عارفة ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عمارة. ما هو باين، الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. انت سنة والتانية هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شوية يا حاج، انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفس. معقولك؟ بص يا حلو، احنا عايشين معاك لحظة بلحظة متابعينك وعارفين كل حاجة عنك، فاحسن لك ما تنكريش. بقى مرة ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيتي في الحارة بعد ما الونش اتقتل. ايوه باشا، ما هما كانوا عندي علشان فيتهم صاحبتي وانا كنت بضيفهم، وهما لما بعتوني الحارة انا سمعت كلامهم ورحت، بس والله العظيم ما كنت اعرف فيه ايه، وهو ده كل اللي حصل. اللهم طولك يا روح. يا حلوين، هتقولوا ولا مش هتقولوا؟ والله العظيم عجبك. بص بقى يا فتوم، هتقولي راشد فين؟ هروحك من هنا وهنبقى حبايب. هتلفي وتدوري، هلبسك قضية قتل الونش، والناس كلها كده كده شايفاكوا رايحين جايين وعارفة الخناقة والسياح اللي كانت بينكم. هو أي واحد يترزل على واحدة وبتقتله؟ والله العظيم يا بيه ما أعرف حاجة عن راشد. طب هو امبارح كان عند خن، انا كرشته. تظهر عليكوا وهتلكوا كتير. بقول لك يا احمد بيه، أمر يا باشا، شايف المزتين الجامدين دول؟ اكيد. عايزك تروقهم لي وسمعني اللحن يا باشا. اعتبره حصل. يلا يا حلوه انت وهي. لا يا باشا، بص انا يلا. لا يا فتون هتكلم. بص يا باشا، لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا، وكانت فتون بتسأل راشد على موضوع قتل الونش، بس بصراحة والله العظيم اللي أنا فهمته إن فتون ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده، وكمان اتكلموا عن واحد اسمه الحسن. تقريبا كده اللي فهمته إن راشد قتله بجد. الحسن ده يبقى خطيب عسلية أخت فتون، وأنا والله ده كل اللي أعرفه. والنبي يا باشا عايزة أروح. إيه روح ما بعدك روح بقى. الله يخرب بيتك. تمام، حلو قوي كده. جو حلو قوي النهارده والبحر رايق. لو قلت اجيب بقى شط عايده، ده انضف شط في اسكندريه كلها. بس انا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. ما نقعد هنا؟ هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ بدون مين؟ انا ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا. ماشي يا باشا. اقول اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسين يبقى عندك عماره زي ما صباح قالت لي. فين مخرومه بس، ما زي الفل يا ست. هو احنا هنعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله، انا مستوره معايا ومرزق. دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام صباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول على اللي يقنعك. بس لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي. برضو يعني مش هقدر انكر كلامك حلو، وانا مش عارف اقول لك لا على حاجه. طب انت بتضحك عليا؟ انا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، انا مش هتناقش معاك في حاجات ايه اللي انت عايزاها مني. حلو كده، ربنا يفرح قلبك ويقدرني من اسعدك وهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه؟ تاني؟ وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه، كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف بس كان طيب، بيصلي وما بيفوتش فرض. كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. كنت
حسيتش بملل من القعده معاه. متهيألي كل الابهات لازم يبقوا زي. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ انت مش قلت لي ان ابوك اسمه احمد محمد. هو ما انا احكي لك، هو كان له اسمين، اصل انا ابويا كنا ما بينا يعني بندهله جميل، بس في البطاقه والورق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني؟ طب ما انا كمان ليه اسمي بجد؟ واسمك ايه بقى غير محروس؟ روسا، بس اصحاب القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسا؟ انت قولي لي يا روستي. امسك كده. روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل، مش عاجبني روسا ده. يبقى محروس. اه يا سلام، انا عايز اكل دي. عيب كده قدام الناس يا ستي، احنا براحتنا، ما حدش حاجه عندنا زي. الهامي، هي الناس ماشيه مالت كده ازاي؟ انت عايزهم يمشي ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. ايه اللي صيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا، استغفر الله العظيم، برضو الستر حلو. انت بتبص على عادي عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكله؟ الناس فاتت هنا بحر، انت رايحه مرسى ابو العباس، ده خطوتين من هنا، استغفر الله ربي واتوب اليه. هات ايه يا جزة؟ ايه يا قلبي؟ بقول لك ايه؟ قولي. ادخلي جهزي الزهر علشان ازور. ماشي يا باشا، بس بقول لك ايه؟ صاحبك ده مموت نفسه شرب. واحنا هنموت نفسنا زهر. ماشي يا يلا يا جزة. يا هو ايه يا عم؟ بنتي دي وحشة. ودي كمان. أنا كنت متجوز أحلى واحدة في الدنيا. اللي هي مين؟عسلية. عسلية. عسلية، دي حتى تبقى ملزقة. هو ماله ده؟ ماله لونه غامق كده ليه؟ زعلان من نفسيته. وعايزين ندق له الزر علشان أزهار. ما تيجي ندق الزر يا وحش. مشيت ورا دماغك وحورت على الظابط كان زمانه بهدلنا وما شفناش الشارع. خلصت. اه خلصت يا اختي، عشان انا اللي خلصتها. واديكي خرجتي من الحوار ده كله زي الشعر من عينيك. يا بنت هبله، انت فاكره ان الظابط يعني خلصوا لنا عشان الكلمتين بتوعك دول؟ ما هم عارفين كل حاجه يا اختي. لا يا حبيبتي، ما كانش يعرف حوار اللي اسمه الحسن ده. نبي يا اختي، انا حاسه اللي هو مخرجني عشان ابقى طعم تجيب بيه راشد. والله العظيم انت بتقعدي تتكلمي معايا كده زي ما اكون خارجين من كوافير. هو انت اللي متضايقه يا فتون؟ على فكره انت اللي جرجرتيني على الاسم وبهدلتيني. طب طمنيني، هتروحي فين ولا هتعملي ايه؟ رايحه في مصيبه. اختي القرف ده. طب هتروحي على الصلاه ولا هتعملي ايه؟ طب لو فاضل سالني اقول له ايه يعني؟ مش فاهمه. لا ده انت هبله.
حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء، انا بصلي ركعتين شكر لله، اصلا ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني انا، ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعملهولك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي، بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. يا بنت الكلب اوعي تحلافة عشان خاطري. لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش، ما تمسكهاش. سامحني، انت مش كده بتتخض. يخرب بيتك يا زينة، يخرب بيتك يا زينة، دي تبعك يا زينة. خضتها. ما تتخضيش حبيبتي، ما تتخضيش، ما تزعليش. تعبت يا فاضل، حاسه ان جسمي كله مكسر. كانت ليله سودة اللي قعدناها في القسم دي. الله يخرب بيتك يا فتون. اريحك يا حبيبتي. لا ما انا عارفه يا اخويا اللي فيها. يا اختي دايما فقساني كده. كملي الظابط عمل ايه؟ يا دوب هو قال لي الامنا يحفلوا علينا، وانا اترعبت قلت لا وانا مالي ماليش فيه، رحت حكي له على كل حاجه. اوف 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 اوف، دي تلاقيها اتروقت. لا اتروقت ولا حاجه، ده يا دوب هم تلات اربع اقلام الظابط اداهم لها احتياطي، يعني علشان لو مخبيه حاجه تعرفها عن الواد. يا اختي ايه الساديه دي؟ وخرجت معاكي؟ دي ما عندهاش دم، وهي قال لي اللي زعلانه وهشتني من على باب القسم، ده هي اللي بلتني بمصيبه. ايوه بس طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام، وطالما هي تمام يبقى اكيد راحت على بيتها. طبعا راحت على بيتها، هي لها متوى غير هنا او في بيتهم. طب قومي هزي. نعم؟ هو انت عارف انا ليا في الهز؟ يا حبيبتي فهمتيني غلط، قومي هزي طولك عشان نروح لها. حتى الهز ده ماليش فيه، عايز تروح لها؟ روح لها لوحدك يا حبيبي. وبعدين انا في حاجه عايزه اقولها لك بقى بصراحه كده. قولي. ده غير انها جابت لي هنا قتال قتل، وكانت هتوديني في 60 داهيه، دي كل اللي حواليها لبش، وجوزها تاجر مخدرات وفي السجن اهو، واختها كمان هربانه ومحدش يعرف لا هي فين ولا بتعمل ايه. ما يلزمنيش يا حبيبتي، ما يلزمنيش كل الهري اللي انت بتقوليه ده، انا كل اللي يلزمني حاجه واحده بس، طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام. برضه ماليش فيه، عايز تروح روح لوحدك، مش هروح معاك. مش برضه هنروح لها؟ لا مش هروح لها. طب قومي اديني العنوان او اديني بوسه. طب اديني اماره. انت دايما بتصديني كده يا اخويا. خليك في العنوان، ما انا عارفه اللي فيها. حد يربي سحليه يا زينب. دي حربايه. اهلا وسهلا، شيليها بس من قدام، انا مش قادر ابص لها. ليه دي غلبانه؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ اصلي اصل انا اي حاجه بحلمها بتتحقق، وانا حلمت بيها. بالحربايه؟ اه جات لي في المنام وبتتكلم. قالت لي ايه بقى؟ لا دي رؤيه كده. قالت لك ايه الحربايه يا زينب؟ قالت لي ان لو صاحبتها ربنا هيبعت لي ايام حلوه ويسعدني. فتاني يوم وانا على الكورنيش بفطر رحت شفتها وافتكرت الحلم، فروحت جايباها وجاي على طول. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بأجدع راجل وبيت وعيله. ادعي بس معايا يا محروس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر.
ربنا ياخدها. بص حلوة لونها بتتغير حسب. حلوة ايه بس يا زينب؟ حلوة ايه يا زينب؟ بتقولش كده برضه هتتعود عليها. بص جوزها لما جاي يسأل عليها طلبت منه اصطفى، قال لي ان هو وقف شغله عشان متخانق مع مراته اللي هي عسلية. اهدى اهدى بس شوية علشان ماما عاملة معايا مشاكل كتير قوي اليومين دول. بيس. المهم اتعرفت على الولد التاني الشاك بصراحة وكلاسي، ولد ديلر كده حلو أحسن بكتير من راشد. راشد ده كان لوكل قوي. وأنت؟ مفيش. منى عرفتني على ديلر بنت، إنما إيه؟ هي واصطفتها أحلى من بعض. بس كل ما أجي أكلم البنت الديلر دي تليفونها مقفول، مش عارف أصطف منين. هي منى إيه أخبارها صحيح؟ شو سنيفنج أت هوم أبوها قفشها. ضرب بقى وخناق وزيق والدنيا اتقلبت. اتسوحت، خدها وداها المصحة. اللي حكى لي الحوار ده الواد كيكو ابن خلف. مصحة؟ دي فيها على الأقل شهرين مثلا. مش بادئ بدري كده على الصبح؟ بدري إيه بس؟ أنا ما بقتش بعرف أعمل أي حاجة من غير ما أصطبح. أصطبح؟ مش لاقي عليك خالص أصطبح دي. الله يرحم. I come from London. أنت بقيت قديم أوي. ازيك يا ماما؟ هاي طنط، ازيك عامله ايه؟ عايزاك. حضرتك سحبت من البنك 50,000 جنيه في شهرين بس، ممكن اعرف ليه؟ منى صاحبتي انت عارفاها مسافره بيروت وكانت محتاجه فلوس لحد ما باباها يبعتهم لها. ما بعتهمش قبل ما تسافر ليه يا ترى بقى؟ حصل مشكلة في تحويل الفلوس وحاجات كده، أنا مش فاهم قوي يعني، بس هي أكيد هترجعهم لنا يعني. أوكي، أول ما ترجعهم تبلغني، مفهوم؟ أوكي. لسه برضه مفيش أخبار؟ لا مفيش. إن شاء الله خير. على روي التليفون معايا. ايوه يا باشا اهو قدامي اهو. الو انسي، تشكر يا عم على التوصيه. عيب عليك ما تقولش كده، احنا اخوات يا راجل. يا كبير خليك معاه علي ثانيه واحده. ايه يا كابيلو في ايه؟ البضاعه كلها ملفوفه وجاهزه، مش فاضل بس الإشارة منك يا كبير. طب روح جايز لي كاس. أوامرك. يا حلوة ابن عمك معاك أهو. يا علي ازيك؟ راشد؟ ازاي تعمل فيا كده؟ يا علي ازاي؟ غصب عني يا علي والله، فرشحت مني وما عرفتش اللي معاك. طب اهدى بس، طب كنت عملت معاك؟ هقول لك يا سيدي كل حاجة. تقول إيه يا راشد؟ تقول إيه؟ سايبني كده؟ طب اهدى بس، طب كنت عملت معاك؟ قول في ايه؟ انا ذبحت الونش. قتلت الونش؟ انت مجنون؟ يا جدع اهدى وافهم يا جدع. اترازل على مراتك كذا مره وعورته وما ارتجعش. وسلمني اهو يا ابو هناء، اعمل ايه البس طرحه؟ يعني الحكومه بتدور عليك دلوقتي يا غول. فتون فين؟ معرفش. ازاي ما تعرفش عن حاجه؟ ده انا سايبها امانه في رقبتك. طب اعمل ايه طيب؟ واحده مجنونه والتانيه طفشت، تعمل ايه؟ ما تسمعش الكلام. عسليه طفشت؟ عرفت يعني؟ اسمعني يا راشد، تجيب فتون تحت ايدك. حاضر. اطمن عليها وبعد كده تدوروا انت وهي على عسليه. حاضر حاضر يا سيدي حاضر. هجيبها تحت ايدي هنا. حاضر ماشي. فتون لقول يا راشد، فتون. مش عايز اسمع حاجه، مش عايز اسمع حاجه، فتون. سمع الله لمن حمده. الله
سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. على السلامه. جميل، انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه، ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيك ازاي يا ابو ده؟ انت من ريحه الغالي. عسليه، أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلام، رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر، هاجيلك والله العظيم هاجيلك، بس أنا لوحدي لوحدي يا سلام. يا حبيبتي، جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. ربنا يخليك لي يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيدة الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعدي. تسحر. ومضي عينك. فتحي. يا لهوي، بتوع مين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجي لي فلوس نشتري ذهب. ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانتي؟ البسي كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزيت ده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا. ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميله. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ خمس ست طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي.
انا عايزك مبسوطه بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه، انا اروح اشوي لك دنيسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنيسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. نقيل؟ حاصلين على المطبخ يا وزه. يا لهوي. ماشي يا كبير. اقفش. حلاوه دي يا معلم. رش على البنات. يلا ابعت لي عزم. حصل. يا عم انس. يا عم انس قلت لك مره واتنين وعشرة شغلني. ده ايه ده، مصروفي ولا ايه؟ مرتبك. اللي عامل بيه ايه؟ جرايه راشد. ما تفك لي الحن دماغك شويه. لما عاوز منك حاجه هطلبها. العبد لله بقى مؤسسه. بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا. حريم، رجاله، جوه وبره. وفيهم بشوات. يا لهوي يا امسي، ده انت بقيت مافيا. لسه انا يا دوب حلقه في السلسله وعايز اشبكك جنبي. بس واحده واحده. بونو يا ازاي؟ فين واد ضايع؟ يا ولاد الايه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انس؟ هروح اجيب سكر. عادي عادي، انا بحب اقعد معاكي. عادي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش أي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمه الكباريه يا ماما، اخليكي نجمه الكباريه. انا في الكار ده بقالي 30 سنه، بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحده واحده. انما انت شربات، دمك خفيف، لونه، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجه. اه خلاص. اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد اللي قالب دماغ الحكومه وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين اربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. انت ما تعرفش علي. علي ده فتوه، جدع، ده محامي. تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس؟ لولا الحاجه. ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. أنا هديكي مرة ونص قد اللي طلبتيه. مش أنتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر. اشتغلي معايا الشهر لغاية ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. أنت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع أرقص تاني. لا هترقصي يا تونتو. هترقصي. هترقصي يا حبيبتي. أنا مش فاتح بقالة. أنا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وأنا مالي؟ ما تنزل من دماغي. أنا عندي حاجات عايز أعملها. بصي يا حبيبتي، أنا أقدر بعون الله أخدك كده هيلة بيلة وأشيلك وأرزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك. بس أنا مش هعمل كده. أنا بحبك قوي كمان. أنا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك
وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربيه فين؟ مشرفانا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي بيربي سحالف وتعابين، مش الحربايه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج، هي انا مالي. طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. بنت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس خمسه كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه واحده احمر اللحمه واجيلك. لا 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 تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه، انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا. يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخليهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه؟ مركزه معاه. مالك يا بنت؟ متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكى لك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. دي السجاير ودلوقتي 70 جنيه الباقيين. ليه؟ هي الواحدة بكام؟ الواحدة ب15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك، بتغلوا على الناس ليه؟ الناس اتهرب. وانا عامل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاع. خدي سيدي ب2.5. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك 1.5. 1.5 ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجيلنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من طرف اختك عسلية. هو النبي هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت بتداريه شويه. اه يا اختي. دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتاكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركب. لا انا نسيت المحفظه في البيت. انا عرفت انا بتخانق. انت فين يا وزة؟ معقولة سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟
تعالي ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين دخلوا في بعض اهم. واليونسكو الهوى وتهتم علينا، اوعى يا هوى تخبر اهالينا. الحق يا اخوي مين؟ سيبوا حل بيا محروس. عايز ايه؟ محروس الحق يا اخوي، انا اخوك الحق. يا محروس يا محروس الحاج الحاج يا اخويا يا محروس في اصل الحاج. ام صباح ام صباح وقعت من طولها. الحاج الحاج وقعت الحاني وقعت دلوقتي. ايوه يا ساتر حصل لها حاجه. الطف يا رب، ربك يلطف يا حاجه، ربك يلطف ربك يلطف، الطف بينا يا رب. هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها، وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق. أنا شاكك إن الحبل الشوكي يكون اتصاب أثناء الوقعة. يعني إيه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده بالظبط يا حاج، بس إحنا لازم نعمل لها أشعة رنين على العمود الفقري بالكامل، وما أخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. خلاص ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا يا دكتور. طبعا الو فضل ماشي الاسعاف. الحقنا. بقول لك لحضرتك بكلم الاسعاف، عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن. الحقونا عايزين ننقلها اقرب مستشفى. يا صلاح استنى بس، هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي. طب انا الاسعاف قدامها ياما على ما تيجي. قول له خلاص خلاص. طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا. هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه. انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس بسرعه. يلا واحد الا خير. نعمل خير خير. توفي يا رب. ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا. يلا انا في شقه الحاج صلاح. يلا اللي هي في الدنيا جهزيها يا بنتي جهزيها. واحد من الأخوة. لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح. عارف تستقبل بقى شوية. وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة. أنت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا أخي؟ هو أنا كنت سرقت منك سريع وهرفت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي. جوزك بعبط لسانه هو اللي قال لحضارك هنا. انت كلمت احلي؟ وب كلمته وهخليك تكلميه. اطلب لي علي يا راشد. اطلبه ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل، وعلى فكره هما في السجن متربيين قوي بيناموا بدري. هو مين ده؟ ده انسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن، وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه. تقعد فيه؟ نقعد ده ايه؟ انا مروحه بيتي يا خور. خدي هنا. اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى؟ تعالى كل اول شهر وادفع الفاتوره تبقى راجل. ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي. طردت جالي امبارح يا اخويا وطردت، وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقه 2 و3. مش مصدق بقك يا فتون. ان شاء الله عنك ما صدقت. البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان، نقي لك حته كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون. بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتدفعوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره. يلا تعالوا ورايا. الصباح رباح يا شيخ.
هو مين ده؟ يا زينب، بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. لا يا عم زينب، وده بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيته. حاضر حاضر زينب، بقول لك ايه، غطيها كويس للدنيا برد. حاضر يا عم صلاح، على بالك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. حاضر يلا واحده واحده يا رجاله، على مهلكوا عليها، على مهلكوا. افتح الباب. ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله ما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي؟ يعني امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي، وانت ست مؤمنه. قول يا رب. وممكن دكتور يصير عصبيه. قول يا في قلبك حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاول تقول اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور، معقول ولا ايه؟ اعرف ان المستشفى بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قول يا دكتور، اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها، صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور، المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، ما مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم، اهدى اهدى ارجوك. عني استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. ما اني لا اسالك رد الخطا، ولكن اسالك اللطف فيه. استغفر الله العظيم. محروس فين كل ده؟ بحس ان انت ست. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا أخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكرة جوزها قاعد على القهوة ولا إيه؟ مش تستني لما نعرف إذا كان ينفع ولا لأ؟ ده أنا جايب لك عيش توست، ولا أنت واخدة على البلد ولا إيه أخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد إذن معاليك، مزنوقين في مكالمة لأخويا علي. معلش البركة فيه. المشكلة كده مع جماعته، فيها جواز وطلاق وحضانة يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم، ربنا يوسع عليك. تسلم لي، مع ألف سلامة. مع السلامة. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. قولي يا اخويا كول، انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون؟ بقول لك قلب عظمه لسانه، احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين اربع حيطان، اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي. على اهو. ايوه يا اخويا، ايوه ايوه، تليفون انسي. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي، وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. تكلميني دلوقتي يا فتون؟ اصيله ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشة ربنا، راشد خطفني ووداني عند واحد صاحب. انا اللي قلت لراشد يخطفك، عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشره. انت قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون، لو انت قدامي انا كنت هفهمك. انا عارفك واريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلمي من عند انس صح؟ اسمعي يا فتون،
كتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي رجاله، انا هسمع كلامك، هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص، هفضل اكلمك في التليفون، وكل ما اكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيد الرجاله. مجنونة. ايوه يا علي. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي، بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي طيب، يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا، انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس لا سمح الله؟ علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون في مصلحه هنخلصها، ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نضيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندرية امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون، ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ ما انت شايفها زهقانة، هنفسحوك يا فتون. أنسي ما تقريني فيه ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد، اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جاتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. عايزه كده؟ يعني اذا كنت عايزه كده ده يبقى ان شاء الله امره سهل باذن الله. يا صلاح انا شايف ان احنا نخلص سكه الطب والدواء الاول. ما مفيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحده فيهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هم احضر لك شويه صدري ويسر لي شويه اكل وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا اله الا الله. والحمد لله. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا انا ما اقدرش اقول اني حبيته، بس ايه؟ بس لسه بفكر في الحسن، بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا ما صباح هتخف؟ كنت عايشة أنا وأهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، وإحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابة على أبويا وأخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفة أعمل إيه بسبب إنهم كانوا طالبين فدية طالبين فلوس، وأنا ما كانش معانا فلوس ندفعها.